السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل أعضاء القناة الكرام، يا رب تكونوا دايما في أفضل حال. طبعا كالمعتاد قبل الدخول في محتوى القناة، أتمنى أن أنتم تدعموا قناتي دايما وتشجعوها أن هي تكبر وتستمر، وده مش هيحصل إلا بدعمكم من خلال عمل لايكات وكومنتات وشير للقناة والفيديوهات عندكم. ولو حد اول مره يشوف فيديو لقناتي او اول مره تشوفوا قناتي، اتمنى ما تطلعوش بره الفيديو ده الا وانتم عاملين اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. النهارده حلقه رقم 2 في سلسله التعرف على المواد الخام الخاصه بتصنيع منتجات العنايه للبشره والشعر. هنتكلم عن حمض الشمع. هنزل لكم الصوره بتاعته عشان تعرفوا شكله. هو بيجي في اشكال، يعني ممكن يبقى شكل بودر كده بلوري شوية او شكله كشور، يبقى ليه كذا شكل. تاني حاجة هنتكلم عن حمض الشمع بكل التفاصيل بتاعته، تعالوا نشوف حكاياته وكل المعلومات. ان شاء الله الحاجات اللي بنزلها دي اتمنى ان انتوا تكتبوها عندكم عشان تكون كمرجع ليكم، وتبدأوا ان انتوا تتعرفوا على كل خيمة قبل ما تشتغلوا بيها وتعرفوا انتوا بتحطوها في ايه وهتستخدموها لايه بالظبط. تمام، اول حاجة هنتكلم عن حمض الشمع اللي هو ستريك اسيد. الستريك اسيد او حمض الستياريك احنا بنقول عليه ان هو حمض دهني مشبع، بيوجد في زيوت والدهون النباتية والحيوانية، يعني هو طبيعي، بيستخدم لتصلب الشمع وتقوية الشموع، كما له تأثير على نقطة ذوبان الشمع مما يحسن من متانة الشمع وتماسكه. اول حاجة احنا بنستخدمه في صناعة الشموع بجانب صناعة منتجات العناية. الناس اللي بتصنع شموع بيبدأوا ان هم بيحطوا حمض الستياريك او بيقولوا عليه مصلب الشمع بنسبة معينة من نسبة الشمعة ككل، بحيث ان هي تديها صلابة وتديها عمر اطول، ولما نيجي نشغل الشمعة وننورها ما تسحش بسرعة، لأ هتديها وقت وعمر اطول في الذوبان. بعد كده هو شمع صلب ابيض، بيستخدم على نطاق واسع في صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. بيستخدمه عندنا في حاجتين، سواء مستحضرات التجميل او العناية بالبشرة. نيجي بقى للخصائص والاستخدامات بتاعته. هو عامل تصلب، كحاجة مصلبة بنستخدمها في صناعة الشموع، بيستخدم لجعل الشموع اكثر صلابة ومنعها من الذوبان بسرعة. يبقى ده اول حاجة ان هو عامل تصلب. نيجي بقى نتكلم عن حمض الستياريك. حمض الستياريك هو حمض دهني يستخدم في منتجات العناية بالبشرة كمستحلب ومكثف ومثبت. مستحلب اللي هو بيربط الزيت بالمية ويدينا يعمل عملية الاستحلاب ويدمج معانا الزيت بالمية، ومكثف ان هو بيكثف لنا القوام وبيتقله، ومثبت حيث يوفر خصائص ترطيب للبشرة وبيعزز استقرار التركيبات، وايضا يستخدم كمصلب للشموع والصابون. هنتعرف عليه ان شاء الله في كل الحاجات دي، وهنستخدمه في الشموع في الصابون في منتجاتنا الخاصة بالعناية بالبشرة، وهنستخدمه كمان في مستحضرات التجميل. ولكن طبعا لازم تتابعوا القناة وتفعلوا الجرس وتشتركوا عشان كل الفيديوهات اللي هتنزل بالتركيبات ان شاء الله ما تفتكوش وتتابعوها معايا. نيجي بقى للوصف. الوصف بتاع حمض الستياريك هو حمض دهني مشبع مستمد من مصادر طبيعية، يبقى هو طبيعي، بيجي يا اما من زيوت النباتات او من دهون الحيوانات، وبيساعد على خلق مستحلبات مستقرة. ان هو بيؤدي على الاستقرار وما بيحصلش فصل بين المية او زيت، لا هو بيضمن ان النتيجة تكون ناجحة، وتحسين ملمس وقوام التركيبات وتعزيز الاستقرار العام لمنتجات العناية. نيجي بعد كده نكمل، برضو عندنا معلومات كتير قوي النهاردة عن حمض الشمع، فلازم تبقوا عارفينها قبل ما نستخدم المادة الخام دي، فنبقى عارفين هي الايه. يعرف حمض الستياريك ايضا بخصائصه المرطبة، حيث يساعد اول حاجة ان هو بيمنع فقد الماء من البشرة والحفاظ على ترطيبها، وان هو امن للاستخدام في صيغ مستحضرات التجميل والعناية والبشرة. يبقى الناس اللي بتستخدمه سواء في صناعة مستحضرات التجميل او العناية بالبشرة هو امن جدا. الفوائد بتاعته بقى فوائد كتير جدا جدا، ودي اهم حاجات لازم نعرفها عشان لما نحط المادة دي في اي منتج بنعمله نبقى عارفين فوائده او هو بيعمل ايه. بيعمل كمستحلب مما يساعد على خلط المكونات المائية والزيتية في التركيبات. عندنا وسط مائي، عندنا وسط زيتي، عاوزين نخلطهم مع بعض، يبقى هنا لازم نستخدم حمض الستياريك اللي هو المستحلب اللي بيقوم بالدمج.
بعد كده بيوفر تأثير مكثف مما يحسن قوام ولزوجة منتجات العناية بالبشرة، وكمان بيعزز استقرار وفترة صلاحية التركيبات. هو بنستخدمه كمان بيطول لنا في عمر المنتج عن طريق منع فصل المكونات، وبيمتلك خصائص ترطيب مما يساعد على منع فقد الماء والحفاظ على ترطيب البشرة. يبقى هو من الحاجات اللي بتخلي البشرة ما تفقدش المية اللي فيها ويحافظ على ترطيبها، خاصة للبشرة الجافة اللي بتبقى جافة جدا. لا، هنا هنحفظ المية وندي على ترطيب البشرة. نيجي للاستخدام. التركيز العادي بيتراوح بنسبة 2% ل10%، بيستخدم في منتجات العناية بالبشرة. طبعا النسب دي بتبقى حسب المنتج او الوصفة اللي احنا شغالين فيها، فبتتغير حسب المكونات بتاعتها. بيستخدم في منتجات العناية بالبشرة المختلفة كمكون لتوفير خصائص الاستحلاب والتكثيف. يوجد في ايه بقى حمض الشمع؟ بيتحط في معظم الحاجات دي، الكريمات، اللوشنات، المرطبات وغيرها من تركيبات العناية بالبشرة. نيجي بعد كده للذوبان. عاوزين نعرف بقى هو بيدوب ازاي. حمض الستيارك غير قابل للذوبان في الماء، ولكنه قابل للذوبان في المذيبات العضوية والزيوت، ويمكن ازابته في الزيوت الدافئة او الماء. لكن الماء هنا لما يكون مسخن، يعني لو مية باردة حطينا عليها حمض الستيارك استحالة يدوب، لازم المية تكون وصلت درجة حرارة سخنة شوية، ونبدأ ان احنا نحط حمض الستيارك او حمض الشمع علشان ان هو يبدأ يدوب معانا القوام بتاعه وصل لدرجة الذوبان. يمكن ازابته في الزيوت الدافئة او الماء المسخن لدمجه في تركيبات العناية بالبشرة. ومن المهم تسخين وخلط حمض الستيارك بشكل صحيح لضمان توزيعه المتساوي في المنتج النهائي. نيجي بقى للتطبيقات. التطبيقات يعني احنا هنستخدمه في ايه. هنا احنا جبت لكم اكبر قدر ممكن من التطبيقات اللي احنا بنستخدم فيها حمض الشمع. بنستخدمه في الكريمات، طبعا الكريمات الخاصة بالبشرة، بنستخدمه في اللوشنات، بنستخدمه في مرطبات وكريمات الجسم والوجه، في بلسم الشفايف، بنستخدمه في الصابون، قوالب الصابون الصلبة ومنتجات التنظيف. الصابون ان شاء الله هنتطرق اليه لما نعمل فيديوهات وتركيبات عن الصابون، هنتعلم نعمل قوالب الصابون سواء صابون طبيعي او صابون جليسرين، ونعرف احنا بنستخدم حمض الستيارك معاه ازاي. وكمان بنستخدمه في مستحضرات التجميل زي الاساسات، كريمات الاساسات بقى بانواعها، احمر الشفايف، ظلال العيون، كل الحاجات دي بنستخدم معاها حمض الشمع. نيجي للتخزين والفوائد والاستعمال والاستخدامات. اول حاجة احنا عشان نخزن الحاجة لازم تتخزن صح. التخزين بيحفظ حمض الستيارك في مكان بارد وجاف بعيد عن اشعة الشمس ومصادر الحرارة، ولازم ان احنا نقفل العبوة كويس عشان منع امتصاص الرطوبة، ويفضل محافظ لنا على شكله وريحته ولونه وملمسه وقوامه. نيجي للفوائد. فوائد حمض الستيارك، اول حاجة ان هو بيعمل على استحلاب الزيت في المية، يبقى بيدمج لنا الزيت مع المية ويدينا عامل الاستحلاب. يجعل المواد السائلة غليظة بيغلظ لنا القوام، يمنع شعورا ناعما ولؤلؤيا، ناعم بقى بيدي الكريم ملمس ناعم وجميل. كمان هو بيستخدم كمادة حافظة جيدة، ان هو بيطول لنا في عمر المنتج ويخليها يعني تقعد فترة طويلة شوية. نيجي للاستعمال. التركيز المعتاد بتاعه قلنا ان هو بيبدأ من 2% ل10%، وطبعا كل تركيبة بيبقى ليها نسبة معينة، وده بيرجع لإجمالي المكونات اللي موجودة في التركيبة، وكل حاجة بيبقى ليها نسبتها المسموح بيها. يبقى اي تركيبة حمض الشمع ليه نسبة معينة، النسبة دي هي اللي بنستخدمها ومنتعدهاش او نقللها. طبعا هو للاستخدام الخارجي فقط. بعد كده بقى نيجي للاستخدامات. احنا قلنا ان استخداماته جميع انواع منتجات العناية بالبشرة، بما في ذلك الصابون والكريمات والمستحضرات، كريمات الاساس، كريمات الترطيب، كريمات وقائية من الشمس. احنا كده خلصنا حلقة رقم 2، حمض الشمع اللي هو حمض الستيارك، بنقول عليه ستيارك اسيد. اتكلمنا عن كل الفوائد وكل الخصائص بتاعته. اتمنى ان انتوا تكتبوها وتكونوا استفدتوا معايا، وما تنسوش سلسلة الخامات بتاعة تصنيع منتجات العناية. ان شاء الله حلقة رقم 3 هتكون عن اللانت او بكل تفاصيله.
ان شاء الله تابعوا معايا كل التفاصيل اللي هتحطكم على بداية الطريق، ان احنا نتعرف اولا على الخامات عشان لما نيجي تبقى تصادفنا اي تركيبة ونبدأ ان احنا نشتغلها نبقى عارفين ان المادة الخام دي كذا وبتتحط عشان تعمل كذا وفوائدها كذا وكل الكلام ده. فما نشتغلش اي تركيبة الا واحنا عارفين المواد الخام اللي موجودة فيها ونبقى احنا فعلا دارسين وعارفين الحاجة بشكل علمي بسيط. طبعا قبل ما نختم الفيديو، الناس اللي بتبقى عاوزة تجيب خامات ومش عارفة تجيبها منين، هنزل لكم في صندوق الوصف لينك صفحة اسمها بيت الزيوت والتجميل الطبيعي. الصفحة دي هتلاقوا عندها بإذن الله كل أنواع الزيوت والخامات الأساسية في التصنيع، وكمان الهيدروسولات والمستخلصات والزبدات والمواد الحافظة والعطور. أنا كنت بتعامل مع الصفحة دي بجد، خاماتها أنا بقولها بجد عن ثقة. أي حد حابب يجيب خامات لو في أي محافظة بعيدة اطلبوا منها هيوصل لكم لحد عندكم. أسعاره على فكرة حلوة جدا، خاماته بتبقى التعبئة بتاعتها حلوة قوي، هتسهل عليكم الشغل وإحنا شغالين الحاجة بتبقى بنفتح ونقفل والعبوات كلها محكمة الغلق. وإن شاء الله تجيبوا أحلى خامات. لو انتوا بقى استفدتوا من الفيديو ده وحسيتوا ان المعلومات افادتكم او معلومات عرفتوها لاول مرة، لايكات بقى، كومنتات، تعملوا شير كتير للفيديو للقناة عندكم. لو مش عاملين سبسكرايب لحد دلوقتي اعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد، واستنوا باقي السلسلة ونتعرف على باقي الخامات. ولسه التكملة مستمرة في التعرف على الزيوت وكل ما يخص عالم صناعة العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل. وطبعا كان معاكم أماني من قناة أماني سعيد، أتمنى أن انتوا تتابعوا قناتي وتشوفوا باقي الفيديوهات الموجودة على القناة، هتفيدكم جدا لحد ما نبدأ نعمل تركيبات جديدة تجارية حصرية مش هتلاقوها غير على قناتي هنا وبس.